وقت لما شعبية الكرتون على مكريزي على مينون فرفشة أكيد ونفه دون بنزل موتوا من الحسد. انا جالس عدال بعلي ورفيقه دربي وحبيب قلبي ابو عنبر. يا سبتو تراك عورتي لي راسي وياهن. نزلي نزلي خلاص، بس 20 سنه جالس على هالكرسي، اعطي فرصه لغيرك. ما علي يا ابو عنبر، تفشلني قدام عدواتي اللدودات، ما احبك. اي هيت يو. خلاص اتهنى بهن. خلني اسير النار، النار ولا جنة ابو عنبر. اوه هاي اخرة المنتجات مال ميد ان تشاينا. وين الشبريت؟ وين الشبريت؟ مامي شو تسوين؟ الحقي علي عالتوقة، امي بتحرق عمرها. عتوقة حرام عليك، شو سويتي؟ ما تدرين ان عندها الربو؟ حرام شكلها تخذنك بتموت. عتوقة تصرفي، عتوقة شو سويتي؟ تصرفت. والله يب عليكم، فضحتونا بين الشعبيات. الهي شو بيقولون عننا الناس مال ند الحمر والراشدية والمزهر والجميرة؟ تبون بيضحكون علينا او ان عندنا خلافات داخلية وحارب الاهلية؟ والله العظيم كليتوا ويهنا فشلتونا اخو. وانت الله يهداك يا سبتو، يوم تبين تنتحرين شربين بيض، ما بتحرقين عمرك بغاز وتحرقين البيت وتحرقين معاك. اقول لك اسكت عني، تراني شاربه غاز وقابله للاشتعال. ول ضو يطلع من حلجه تقول تنين. ابي اريد ان اعمل في الاطفاء. لا يا بني، هذا عمل فيه عناء. ابي ماذا تريد يا ولد؟ اريد اعمل في الاطفاء، أحب الخير، أحب الناس. أعجبني هذا الإحساس. جاب تلكم. يلا ابو عنبر، الحين بعد ما صالحناكم قم سير جيب 4 ديايات مال ماكينه علشان نحتفل بهاي المناسبه. يلا انهي وخلي يكثر من الحمص. ماكينه شنو؟ اني ما اريد دجاج ماكينه، انا اريد باميه، اريد تمن، اريد دولمه، اريد باكه. عينكو شو هذا باكه؟ انا اريد قبقب. عينكو شو هذا اللحمة؟ أنا أريد باكه، يعني باكه. أنت ما عليك سكتي، قلت لك أنا أريد باكه. وأنا أقول دياي مكينة، يعني دياي مكينة، ما بعلى كيف كان. والله فيني شخصية عنادا فيكم، بيب لكم فلافل. انزين
بعدين كسر طحينية. حريم ما يون إلا بالفلافل، قصدي بالعين الحمراء. زينتي الحين خليته يعصب، الحين بيجيب لنا فلافل بدال الدياي مال ماكينة، وأنا فلافل خوي يسوي لي انتفاخ في البطني، لكن باكل وانتو بتتحملون النتائج، وبكتف البلاك البيري مالي غازات تايم. هو الله يهدي 24 ساعة عصبي. وكيف ما يعصب منكم ويشرد من هالبيت، وانتم ما تتعدلوا لي مسكين، اللي ريحتها بوسال واللي ريحتها قباقيب. يلا بابا يلا قوموا سيروا تكشخوا وتعدلوا لي قبل ما يجي، تراكم انتو السبب انها صار عصبي. بصراحة وانا اشهد ان عمي بعنبر كان انسان عطوف حنون خلوق شفوق، ومن بعد ما تزوج على خالو سبتو الفقيرة هالثلاث الكوكباني حولوا الى وحش كاسر نمرود. اشنو قلتي؟ وحش كاسر ونمرود؟ ايوه وحش كاسر ونمرود. ايش يجي هنا ينورك الوحش كاسر نمرود؟ ايش يدير فيك الطبوزية؟ لا تقولي الطبوزية، لا اعطيك كف الحين. لا انت طبوزية، انت طبوزية. اقول لك احترم نفسك. عجب جنك اللي ما سمعتي عني، انا اتوقع توفاك ام الطراق الفتاك. وانتو شو تتريون؟ الحين بيوصل بأمبر، يلا بابا سيروا تعدلوا وتذكرتوا علشانه، وانا بعالج عينكو هاي. يلا بابا يلا. عتوقة أمون تعالوا سوولوا بديكير ونيكير. أنا ما بشوف زين، عينكو ورز بريوان عينكو. مالك أنا بعالجك، هذا كم؟ 11. اي زنكوري هذا 11؟ انت ما تشوفين حوله؟ هذا واحد، هذا واحد خلاص انا اشوف الحين. سمعيني انت عينكو، انت يريد بامبر يحبي مشان انت. ويستوي سمسم خاتم في صبع مال البنصر مال انت. ويستوي سمسم ريموت الكنترول في الايدج. او زهر مار عيال، هاتي 3000 درهم بوديك عند ريالي يسوي لك حجاب مال المحبة، بس ها الموضوع توبل سكرت، يعني سكتم بكتم سختم، ما في كلام ولا ترى ما بيستوي. اوكي خلني اتصل بالمشعوذ هيدر واخذ موعد منه حق باكر. المشاوذ الذي طلبته الآن مقبوض عليه في مركز المركبات. مقبوض عليه؟ إن شاء الله بس ما يعطيهم رقم موبايلي، وهذا أحلى ديليت. خلني أنتصل بالرقم المجاني مالهم. إن جميع مشعوذين مشغولين بالرد على مغفلين آخرين الآن، يرجى الانتظار، إن مكالمتك تهمنا. سيروا لا أولنا انتظروا وبينقعونا ساعتين. بناتات فيكم اللي يكتم السر؟ أكيد وراك ريايين. سويت خطة يا أمون علشان أبوك بعنبر يطلق حريم الثلاثة ويرجع حق أمك هاي المسكينة سبتو، بس المشكلة متورد، محتاج مشاوذ علشان تنجح الخطة، وكل المشاوذين اللي عارفهم مسخوخي، الشرطة مسوين حملة عليهم. عجب يا شامبي، تدور مشاوذين وجن وأنا موجودة؟ تهيد يدتي المرحومة أمامك كاملة؟
تهيد شو كان في راسها؟ هي هيد جنية كانت ساكنة في راسها. وين صارت هاي الجنية بعد ما توفت يدتي؟ وين صارت يعني؟ يا بيت صلاح عادل يا بيت بابا خميس. لا صارت سكنة خرابات الجزيرة الحمراء، وأنا الوحيد اللي أقدر أحضرها من هناك. وأنا من الصبح أدور مشعوذي ياتي ولا يابك يا عطوقة. شفتي أمون؟ كل هذا بسويه بس عشانك وعشان أمك سبتوه. Thank you so much عطوقة، عشان شي you are my best friend. وسمعوني أنا تراني بمثل قدامكم إني بحضر ينية ماما شاملة، وما بحضرها صدق لأن حضورها يتعبني ويغمى علي بعد ما تنصرف. وبأخبركم بسر. شو هو؟ أبأخبركم بشي من باب الاحتياط. إذا حضرت جنية ماما شاملة صدق أنا تراني ما بقدر أصرفها لأني بفقد حاسيتي ويغمى علي لحظتها، عشان جي أبا واحد منكم يصرفها. أوكي؟ أنا بعد يمكن يغمى علي، علشان شي خلي أمون تصرفها. أنا أصرفها؟ وش قايل أصرفها؟ تقولين كلمة السر وهي بتنصرف. وشو هو الباسورد؟ قولي كرشة بنت بني بقم. شور أي ويل، بس هي ما بتحضر، ترانا اللي نسوي سوالف صح؟ يا زماني يا زماني اكي بابا كما جيجي كمان ماما شاملة كمان ماما شاملة كمان كمان إنه يريد منك أن تحضري له ضرس ذئب من أجل أن يطحن وتدسيه في شراب زوجك أبو عنبر. دروس مال دئيب؟ من وين أنا أجيب دروس مال دئيب؟ هاتي 1000 درهم وأنا بصير الحين بشتري لك واحد وبيبه. أنا ما بي 1000 درهم، بي 300، ما بي مشكلة؟ ما بي مشكلة. هذا اللي حصلنا بال300 درهم، ضرس كلب وانتو بالكرامة. من صدودك
لك في الحشا والعوضي ولنفسي منك محزونة ونروح ونروح ويدك المواضي يا مودي واختلف لونه وينه.